أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: المعارضة تتقدم في ريف حماة وتسيطر على قرية المنصورة، خط المواجهة الأول مع سهل الغاب. وكالات مستقلة تحصي مقتل 400 إيراني في سوريا، من بينهم 8 جنرالات أبرزهم حسين همداني. العثور على 19 مقبرة جماعية لإرهابي داعش في بيجي بالعراق. لم تفلح الضربات الجوية الروسية والسورية العنيفة والعشوائية في وقف تقدم فصائل المعارضة التي حقق مقاتلوها تقدما استراتيجيا في ريف حماة، وسيطروا بالكامل على قرية المنصورة التي تعد الخط المواجه الأول مع سهل الغاب في الريف. بعد عمليات كر وفر، استعاد الثوار قرية المنصورة التي تعد خط مواجهة أول من شأنه أن يفسح المجال لقوات النظام إن سيطرت على القرية التقدم إلى بلدات أخرى في سهل الغاب في ريف حماة. ريف حماة شهد سلسلة غارات نفذها الطيران الروسي بالتنسيق مع إسرائيل على مواقع الثوار لشل حركتهم. ولريف حلب، استعادت المعارضة من قوات النظام قرية الأيوبي بعد مواجهات عنيفة، ودمر الثوار ديشم قوات الأسد في مقر الاستخبارات الجوية في حلب. وفي الوسط، أفشل الثوار محاولات كتائب الأسد التقدم على جبهات ريف حمص الشمالي، حيث دارت مواجهات عنيفة وسط غارات روسية بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي. وفتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على أماكن في محيط حي القدم جنوب العاصمة، فيما رفع عمال الإنقاذ آثار القصف العشوائي على حي جوبر. وقصفت القوات الأسدية مناطق في محيط مدينة حرستا ومناطق أخرى في غدد دمشق الشرقية، وكان عشرات القتلى والجرحى سقطوا، بينهم كوادر طبية، بغارات روسية استهدفت مستشفى ميدانيا في بلدة سرمين في إدلب. هذا وأظهر تحليل أجرته وكالة رويترز على بيانات مقدمة من وزارة الدفاع الروسية أن نحو 80% من الغارات الجوية الروسية في سوريا نفذت في مناطق لا يسيطر عليها تنظيم داعش، على عكس تأكيدات موسكو أن هدفها هزيمة هذا التنظيم. ووفقا للتحليل، فإن غالبية الغارات أصابت مناطق تسيطر عليها فصائل أخرى من معارضي نظام الأسد، بينها جبهة النصرة ومقاتلون تدعمهم واشنطن. روسيا أيضا تسوق إعلاميا تدخلها في سوريا عبر شريط دعائي التقط من الجو لأحياء دمشق الرازحة تحت قصف طائرات السوخوي العشوائي. لا توفر روسيا وسيلة لمساندة النظام السوري وتبرير تدخلها عسكريا في سوريا، فبالتوازي مع الدعم السياسي والعسكري يبرز الدعم الإعلامي الروسي بأساليب عدة. أحدث فصول الترويج الإعلامي جاءت من خلال شريط دعائي مصور من الجو بواسطة طائرة بدون طيار، تتنقل الكاميرا فوق المباني المهدمة وتلتقط صورا بتقنيات عالية الجودة. الشريط المصور التقطه ألكسندر بوشين، مصور صحفي روسي يعمل في قناة روسيا 24، نشره على موقع يوتيوب مذيلا بعبارة عاصفة في حرستا وجوبر وزملكة، وأرفقه بموسيقى هاي رولر الراقصة، وهي أشبه بتلك التي تستخدم لتسويق أحدث الألعاب الإلكترونية. ليبدو الأمر كمن يرقص على دماء المدنيين الأبرياء. المشاهد الدرامية كما وصفتها نيويورك تايمز تظهر بوضوح وبتقنيات متطورة دمارا هائلا في المباني وقصفا بالدبابات T-72 وقذائف الهاون وطائرات السوخوي الروسية. هذا الفيديو حظي بأكثر من 500,000 مشاهدة خلال 24 ساعة، وأثار انقساما بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أحدث وسائل روسيا لإقناع شعبها بجدوى الضربات الجوية التي تشنها في سوريا. أحصت وكالة أنباء مستقلة مقتل نحو 400 جندي ومتطوع إيراني في القتال بسوريا، من بينهم أكثر من 8 جنرالات أبرزهم نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حسين همداني.
لم تتردد وكالة إرنا الإيرانية الرسمية في تأكيد مقتل نحو 400 إيراني في سوريا، وإن كانت وصفتهم بالشهداء المدافعين عن مرقد السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، كما الحال لدى وسائل الإعلام الإيرانية التي تصف من سقطوا من الإيرانيين في العراق بالشهداء المدافعين عن مرقد الإمامين. قد يصعب التأكد من حجم الخسائر الإيرانية في سوريا، لكن المؤكد أن من بينهم قيادات عسكرية وأمنية من الصف الأول برتبة جنرالات، وأن طهران تفضل تسميتهم بالمتطوعين لدفع الاتهامات الموجهة لها على خلفية نشر قواتها وعناصرها العسكرية في سوريا، ومن ثم يبدو للعالم أنهم مقاتلون متطوعون بإرادتهم الشخصية. من بين القتلى أصحاب الرتب الرفيعة 8 جنرالات مثل حسين همداني نائب قائد فيلق القدس، إسماعيل حيدري، حسن شاتري، عبد الله اسكندري، جبار دريساوي، محمد جمالي، حميد طبطبائي ميهر، أمير رضا علي زادة، داد الله شيباني، عباس عبد الله، رضا حسين موقديم، محمد علي الله دادي، نادر حميد. وكانت وكالة الأناضول أحصت عبر معلومات من المواقع ووسائل الإعلام إيرانية أسماء 300 قتيل من قوات الحرس الثوري، بينهم مقاتلون أفغان وباكستانيون أرسلتهم طهران للقتال في سوريا، ومنهم 26 من أصحاب الرتب الرفيعة. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا تتكون من ميليشيات إيرانية وألوية فاطميون الأفغانية وألوية زينبيون الباكستانية، وإن عدد مقاتلي ميليشيا فاطميون يبلغ قرابة 4500، حيث قتل منهم نحو 100 عنصر فقط، بينهم القائد علي رضا توسلي في أذار الماضي في سوريا. عثرت القوات العراقية على مقابر جماعية تعود لإرهابي داعش في بيجي بعد تحريرها بالكامل. وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي أن مجموع ما كشف الآن هو 19 مقبرة تحوي 365 جثة في الحي العصري الشمالي، مشيرا إلى أن داعش كان يحاول إخفاء خسائره المتزايدة، لذلك يوزع قتلاه على عدة مقابر. وأوضح البيان أن هذه الجثث تعود إلى معركة التحرير الأخيرة وما سبقها، معللا سبب وجود هذه المقابر في الحي العصري تحديدا بأنه نقطة تجمع مركزية لعناصر داعش، ومنها ينطلقون لشن الهجمات على القوات الأمنية. وفي سوريا اليوم بعد الفاصل، لافروف: مفاوضات الحل في سوريا يجب أن تشمل الإمارات ومصر والأردن وإيران. استمرت ردود الفعل الغربية الشاجبة لزيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لروسيا، خصوصا لجهة تقويض موسكو التقدم في اتجاه انتقال سياسي في سوريا، فيما اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن مفاوضات الحل في سوريا يجب أن تشمل الإمارات ومصر وقطر والأردن وإيران. لم تلقى زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى روسيا وطريقة استقباله هناك ترحيبا من قبل الدول الغربية، كما لم تجد فيها هذه الدول خطوة إيجابية في التوصل لحل سياسي للأزمة التي تعصف بسوريا منذ سنوات. المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز أوضح أن واشنطن ترى أن الاستقبال الحافل للأسد الذي استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه يتناقض مع الهدف الذي أعلنه الروس من أجل انتقال سياسي في سوريا، لافتا إلى أن تحركات موسكو في الشرق الأوسط تأتي بنتائج عكسية. ورئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أكد رفضه أي عمل يعزز موقع بشار الأسد لأنه هو المشكلة، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل الحرب في سوريا. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فاعتبرت أن التطورات الأخيرة على الساحة السورية تشير إلى احتمال عدم التوصل لحل سياسي قريب للأزمة من دون استبعاد هذا الخيار، لافتة على غرار أولاند إلى أن هذا الحل لا يمكن أن يكون مع شخص فاقد لمستقبله السياسي كبشار الأسد. وتمنت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في برلين أن يوقف الأسد قصف شعبه بالبراميل المتفجرة، وأن تقف روسيا أيضا ضد ذلك، موضحة أنه ينبغي مكافحة داعش للشعب السوري. إلى ذلك من المقرر أن يلتقي وزراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري نظيرهما السعودي والتركي في فيينا غدا الجمعة لبحث الوضع في سوريا. يتوقع عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة أن يختار الرئيس الروسي الحسم العسكري لمصلحة بشار الأسد.
آملا في أن يصدقه زواره حين قال لا بد من إدخال الأسد لإخراجه. المزيد من أخبار سوريا في الصحف نتابعه في التقرير الآتي. كتبت صحيفة التايمز أن مناطق الحكم الذاتي الفعلي في شمال سوريا والتي يسيطر عليها الأكراد تشهد حضورا متزايدا للروس في ظل علاقات متنامية بين الطرفين، مشيرة إلى استعداد الأكراد لافتتاح مكتب ممثلية دبلوماسية لهم في موسكو، وذلك بعد فترة من اعتماد أمريكا على الأكراد في مواجهة تنظيم داعش في شمال سوريا. وتوضح الصحيفة أن هذه العلاقات بين الأكراد وروسيا لا تثير الهواجس الأمريكية فقط بل التركية أيضا، حيث تعاني أنقرة من تبعات الحرب في سوريا وعلى رأسها مخاوفها من استغلال مسلحي حزب العمال الكردستاني لهذه الظروف من أجل التوسع في منطقة الحدود الجنوبية. يرصد عبد الوهاب بدرخان في صحيفة الحياة ما يسميه تهورا في عقل بوتين وخططه الإيرانية لا يقل عن تهور جورج دبليو بوش، مضيفا أن المسار السياسي الذي روج بوتين إنه يريد تفعيله ينطوي على أفضل أطروحات سيئة، ومع ذلك استعد كثيرون للتعامل معها بإيجابية على أمل الخروج من الانسداد الذي بلغه الوضع السوري. ويرى الكاتب أن الرئيس الروسي يختار الحسم العسكري لمصلحة بشار الأسد آملا في أن يصدقه من زاروه أخيرا حين راوغهم بالقول لا بد من إدخال الأسد لإخراجه. ويذكر بدرخان بأنه كما سمع بوش سابقا تحذيرات عربية من تداعيات غزو العراق ولم يأخذ بها، كذلك سمع بوتين تأكيدات عربية بأننا معكم ضد داعش ومعكم في حل سياسي في سوريا، أما إذا كان تحالفكم مع إيران يلزمكم بما تفعلون الآن في سوريا فإنه لا يلزمنا. يعدد سلامة كيلا في صحيفة العربي الجديد مصالح روسية اقتصادية كثيرة في سوريا من النفط والغاز إلى السلع والسلاح، ويعتبره احتكارا إمبريالياً بامتياز، وشروطه لا تختلف عن كل احتكار إمبريالي. ويضيف الكاتب مصلحة عسكرية إلى الآنفة في القاعدة البحرية بطرطوس والقاعدة البرية الجوية في اللاذقية، مؤكدا أن هذه هي مصالح روسيا التي فرضت عليها التدخل العسكري في سوريا ومن ثم التحكم في مسار النظام ومحاولة توسيع ذلك للسيطرة على مجمل المنطقة. وفي نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل، جعجع يقول إيران تربط انتخاب رئيس للبنان ببقاء الأسد في سوريا. أهلا بكم. في بيروت أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة ميشيل سماحة المتهم بإدخال متفجرات بالتعاون مع النظام الأمني السوري إلى لبنان، وحددت الأسبوع المقبل موعدا للاستماع إلى التسجيلات التي طلبها محامو الدفاع. أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة ميشيل سماحة إلى 26 من تشرين الثاني، محددة الساعة 10 من قبل ظهر يوم الخميس المقبل موعدا للاستماع إلى التسجيلات التي طلبها محامو سماحة. المحكمة التأمت برئاسة القاضي توني لطوف وحضور ذوي سماحة ومحاميه، إذ جرى الاستماع إلى محامي الدفاع عن سماحة صخر الهاشم الذي طلب إحضار داتا الاتصالات لهواتف سماحة في الفترة الممتدة من 9 من شباط 2012 حتى موعد توقيفه في 9 من آب من العام نفسه. كذلك طلب الهاشم مشاهدة حلقة بثتها قناة الـ LBCI في الجلسة المقبلة، وهي الحلقة التي تحدث فيها وزير العدل أشرف ريفي عن ميلاد كفوري، لكنه تبلغ بالرفض. طلبنا داتا الاتصالات وطلبنا من الرئيس أنه ما نمشي إطلاقا بالاستجواب قبل الحصول على الداتا، لأنه الموضوع كله هو موضوع الاستدراج للوزير سماحة. حضور المخبر أو المحرض إلى الدخفوري هو ضرورة ماسة في الملف، لأنه هو الأساس بكل هالعملية. ما عطيونا الحق عن ميلاد الدخفوري، عطيونا الحق بداتا الاتصالات المتعلقة بأرقام ميشيل سماحة. هلأ بيبين عليها إذا في تليفونات جاية من عند ميلاد الدخفوري، بيبين أرقامها، وساعتها إلا حق نطلب داتا التانية على هذه الاتصالات. القاضي لطوف كان قد أكد خلال الجلسة أن ما تقوم به المحكمة هو عمل قضائي يتم بناء لوقائع جرمية منسوبة للمتهم، وأن المحكمة لا تقوم بمحاكمة سياسية. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ألا فرج قريبا على صعيد الرئاسة، لأن سبب التعطيل هو حزب الله ومن خلفه إيران،
التي ترهن وقف التعطيل ببقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سامي الجعجع أن المشكلة المركزية الكبرى التي يعانيها لبنان هي التعطيل الحاصل في انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن سبب التعطيل هو حزب الله ومن خلفه إيران التي ترهن وقف التعطيل بإعطائها ثمنا وهو بقاء بشار الأسد في سوريا، فيما يربط حزب الله وقف هذا التعطيل بتمرير قانون انتخابات يؤمن له أكثرية نيابية. وخلال لقائه وفدا من الجامعة الشعبية لمنطقة المتن الشمالي، أشار جعجع إلى أن المواجهة في المنطقة كبيرة جدا، لذا فإن أزمة الرئاسة في لبنان تراوح مكانها، وقال: لا أرى فرجا على المدى القريب والمنظور، لأن أحدا لن يقبل إعطاء إيران الثمن بإبقاء الأسد في السلطة في سوريا. جعجع دعا من جهة أخرى إلى ثورة اجتماعية فعلية وجدية تهدف إلى تغيير الممارسات السياسية للمواطنين كي نتمكن من إيصال طاقم سياسي أفضل لتصحيح مسار الوضع في البلد والقيام بنقلة نوعية. في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيق، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني وبإشارة النيابة العامة المختصة السوري ألف را لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ولتأمين الدعم اللوجستي لصالح المجموعات المسلحة التابعة للتنظيم المنتشرة في جرود عرسال. استقبلت القاعدة الجوية البريطانية أكروتري في قبرص الدفعة الأولى من المهاجرين، بما قد يلزم لندن باستقبال ضيوفها الجدد بأكثر من الكوتا التي أعلنت التزامها بها. جزيرة قبرص التي كانت بالأمس بعيدة عن عيون المهاجرين غير الشرعيين الساعين إلى حلم الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي تبدلت حالها، إذ استقبلت الدفعة الأولى من النازحين في القاعدة الجوية البريطانية الشهيرة في الجزيرة أكروتيري، وهي خطوة قد تفرض على إنجلترا استقبال ضيوفها الجدد بأكثر من الكوتا التي أعلنتها لندن. أما على الحدود السلوفينية الكرواتية كما الصربية فلا تزال معاناة المهاجرين تتفاقم مع اقتحام البرد خيام المنتظرين وسط فوضى واضحة ناجمة عن موجات متلاحقة من المهاجرين تعجز معها الأجهزة المعنية عن المواكبة السليمة، وتطول خطوط المسيرات الراجلة في ظروف قاسية بهدف الوصول إلى الحدود النمساوية أو الألمانية. ونظرا إلى عدم جاهزية الباصات للنقل طالت صفوف الانتظار لساعات طويلة أمس، فيما كانت الوفود تستمر بالاحتشاد، ما دفع بالحكومة النمساوية إلى طلب المزيد من رجال الجيش والشرطة للسيطرة على الأوضاع، فيما أعلنت الحكومة المجرية استعدادها لمساعدة الدول المجاورة في ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. وفي العاصمة النمساوية فيينا عقد اجتماع لرؤساء الشرطة لكل من النمسا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا للبحث في الإجراءات اللازمة لتنظيم عبور المهاجرين، وتوافقوا على إنشاء مناطق ونقاط ساخنة على حدود اليونان وتركيا لإعادة توجيه تدفق المهاجرين من خلال كرواتيا نحو سلوفينيا كما من مقدونيا وصربيا إلى كرواتيا. هذا ودعت المفوضية الأوروبية إلى عقد قمة خاصة مساء الأحد المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث أزمة المهاجرين عبر دول البلقان، يشارك فيها رؤساء حكومات ألمانيا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا واليونان والمجر ورومانيا وسلوفينيا، إضافة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي بينها صربيا ومقدونيا. أعلنت جمعية الهلال الأحمر التركي أنها أوصلت 6200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الحرب في سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. وبحسب منسق المساعدات فقد بدأ العمل المكثف لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا بغض النظر عن أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم، مشيرا إلى أنها تتضمن مواد غذائية وملابس ومستلزمات صحية ومواد تنظيف، وتلبي احتياجات 300,000 نازح في 24 مخيما. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، شبه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بشار الأسد بالمغناطيس الذي جذب المقاتلين الأجانب إلى داعش، وأوضح في تصريح لقناة العربية: علينا إبعاد الأسد إذا أردنا القضاء على داعش. والآن تذكير بعناوين النشر. المعارضة تتقدم في ريف حماة وتسيطر على قرية المنصورة، خط المواجهة الأول مع سهل الغاب.
وكالات مستقلة تحصي مقتل 400 إيراني في سوريا، من بينهم 8 جنرالات أبرزهم حسين همداني. العثور على 19 مقبرة جماعية لإرهابي داعش في بيجي بالعراق. وإلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله.